أهلا بك في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية معاكم مصطفى بدر. إن شاء الله النهاردة هنكمل في النصوص الخاصة بالمستوى B1. هنا النص بتاع النهاردة بنتكلم عن حاجة اسمها الابتداء، اللي هي منافسة أو مشاركة في أحد المنافسات للتصوير. هنقرأ معاكم النص ونشوف أهم الكلمات اللي هي موجودة فيه اللي هتساعدكم في هذا المستوى. بيقول هنا العنوان بتاع النص هنا Idea des Computer Gymnasiums in Dessau hat mit seiner Arbeitsgruppe Fotografie an dem Wettbewerb teilgenommen. Die Mudabis في الثانوية الثانوية اسمها ثانوية جوتا في منطقة في أمريكا اسمها ديساو في شفايا hat teilgenommen، يعني شاركة مت زينا Arbeitsgruppe بالجروب بتاعه بتاع الشغل فوتوغرافي اللي هو التصوير عن بلينجيت، يعني شارك مع الجروب بتاعه في المنافسات أو مسابقة خاصة بالتصوير. الشيك دي فوتوغرافين زينا شولا شولاين هاين und berichtet in einem Begleit Brief über den Verlauf des Projektes. وهي خبرنا هو بعد طبعا الصور والتصوير بتاع الطلبة بتوعه أو تلاميذ بتوعه وتلميذات، وأخبر بريشتة أوبر يعني أخبر عن أين بكلاي بريف، يعني في خطاب كده مرفق في خطاب موجود في الرسالة بتاعته، في خطاب بيقول فيه أو بيخبرنا عن تلوث عن المسار أو مجريات في بروجكت في المشروع بتاعه. تمام. ماركيرين زي دشتلن دي فيجن اينا فيراهولونج شتلستش نيش تقول بلينجن. وبعدين بيقول لك هنا علم هنا في النص على الحاجات اللي متكررة او الاساليب اللي متكررة لتايل مينين ان، اللي هو تايل بنومن ده اللي احنا لسه فاهمينه دلوقتي. تايل بنومن ان، تايل مينين ان معناه يشارك فيه. لما احط الجملة الفعل ده طبعا ترين بار تايل ده البادئة، مينين ده الفعل وان ده حرف ده. بقول اشنيما ام ايلين بيت بلعب طاير، يعني انا اشارك في احد المسابقات او المنافسات. فهو اول ما بدا زي جي اف يوري كلمه يوري المقصود فيها اللي هي لجنه التحكيم، الساده المحترمون او لجنه التحكيم المحترمه mit hoher habe ich vor einigen Wochen ihre Ausschreibung zum Gutshof Gewerb Natur und Bier gelesen. بسعاده او بسرور habe ich gelesen، انا قرات. حاضر ايش جليزن؟ الجملة دي معمولة في الجليزن. أنا قرأت فور أينيجن بوكن من كام أسبوع، يعني إلى أوسترايبون الإعلان بتاعكم كنت فوتو فود ديفيرد اللي هي المنافسة والمسابقة بتاعت الصور ناتور أون ديفير اللي هي نحن وطبيعة. دي تسيل زيت سونج ديز فوتو فود ديفيرد ناتور أون ديفير باستر جناو سون لير جلان ماينر أربايتس فود فوتوغرافي. تسيل ذكره اللي هو الهدف نفسه، الهدف نفسه بتاع المنافسة التصوير دي نحن والطبيعة يناسب بصل، بصل شو يعني مناسبة، معمول هنا في البريتزل مناسبة اللي هي الخطة التعليمية للجروب بتاعه بتاع التصوير. Meine Arbeitsgruppe Fotografie musste ich nicht nur das Wissen meiner Schüler, Schülerinnen vor Fotografie fördern, sondern meinen Schülerinnen und Schüler auf genaues und aufmerksames Sehen näher bringen. Das Wissen معناها المعرفة، فيودن معناها اللي هو يشجع، ونيها برينجن اللي هو بيقرب. طيب الجملة يبقى معناها ايه هنا؟ نتمنى أرباتس كوبي بالجروب بتاعه، الشغل بتاعه بتاع تصوير، مش إيش؟ أنا مش نور، مش عاوز فقط das Wissen اللي هي المعرفة بتاعت الطلبة بتوعي الفوتوغرافي للتصوير كله، يعني أقول الجروب بتاعي ده بتاع التصوير، أنا مش عاوز بس إن إيه أشجع معرفته بخصوص التصوير يكون عنده معرفة كبيرة بالتصوير زوندرن ماينن شولرن، ولكن أيضا إن ذات التلاميذ أو بالماوس بالظبط أو في مركزهم زيهم نير برينين. هنا بيكون معناه ان هو يقرب الرؤيه اليقظيه بتاعه الطلبه، يكون عندهم يقظه كده او معرفه باللي حواليهم، يعني رؤيه الحاجات اللي هم شايفينها. سوم جناون اند اوف مركزامن زيهن بيتت زيش ناتورليش ان ارستا لينيا دي ناتور اندر يوهن ومجي بونج ام سوم جناون اند اوف مركزامن زيهن برؤيه اليقظه محددة للطلبة دي بيتزش بنقدم ناتورليش
طبعا الإريسترلينيا، الإريسترلينيا معناها في المقام الأول، دي نسور أنظر ليهم إن هم برضه يكون عندهم معرفة أو رؤية أو يقظة بالبيئة اللي حواليهم. طبعا ماينا أباد سكوبر فار زو فورت بغايت، الجروب بتاعي بتاع الشغل كان مستعد، زو فورت يعني فورا بغاية مستعد، مش عندنا فوتو في البداية بتفوت بتهيجن، بتهيجن بتساوي فعل تغيير اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي معناه يشارك فيه، يعني الجروب بتاعي يعني مستعد ان هو يشارك في مسابقة او نفس التشريع. كان عايز يدرس الاباتشمنت في الخطوات الاولى للعمل ده، هات ماين اباتش فوبيا جيد لاند هم خططهم ليه، فشيرن تيمن بغايشة شوف تايم، في تايم اللي هو يوزع، يعني هم خططوا ان هم يوزعوا المواضيع المختلفة طبعا في مجالات مختلفة. Diese verschiedenen Themenbereichen waren zum Beispiel Wald, Feld, Garten, Wasser oder Luft. بيقول الحاجات اللي هي كانت المواضيع اللي هي المختلفة اللي هم كانوا بيتكلموا عليها كانت زum Beispiel على سبيل المثال Wald, الغابة، Feld, الحقل، Garten, الحديقة، Wasser, المية oder Luft أو الهواء. دي الحاجات اللي هم كانوا بيصوروها يعني. Die Schüler, Schülerinnen haben sich mögliche Motive überlegt. التلاميذ والتلميذات طبعا فكروا في الدوافع ممكنة. Gemeinsam haben wir die beste Technik zur Realisierung der Motive erarbeitet. بيقول ومعا هم عالجوا أحسن التقنيات لتحقيق zur Realisierung der Motive للدوافع بتاعتهم دي. Schließlich hatten die Schüler, Schülerinnen 2 Wochen Zeit für die Fotografie. وفي النهاية شليسلش معناها في النهاية، وفي النهاية الطلبة دول كان عندهم أسبوعين في الفوتوغرافين للتصوير. دي letzten Stunden اللي هي الساعات الأخيرة von der Einsendung لإرسال haben wir gemeinsam die Fotografien eingeschaut قبل ما يبعثهم، يعني الساعات الأخيرة قبل ما يبعثوا الصور هم طبعا بصوا على الصور. يقول معناها يحكم عليها أو ممكن نقول اللي هو يقيم بقى هنا يبقى بيأوتايل معناه يقيم على شيء، يقيم شيء يعني مثلا يقيم مستوى حد، يقيم أي شيء خاص مثلا بالدراسة أو خاص بالتعليم أو يقيم مستوى أي حد في أي شيء معناه بيأوتايل. فبيس أغنس فوشليج اللي هي اقتراحات التحسين. Und sie am Computer vorsichtig bearbeitet. Vorsichtig مقصود بيها بحذر. تمام، بأربيتد اللي هو يعالجها، يعني هو هنا قصده تم تحرير او عمل الصور دي بعناية على الكمبيوتر. الله كويس يعني بس الجبنس هابن مش بوزيتيف وبغش، بقول النتائج ديت افرجتني بطريقة ايجابية. weil die Ergebnisse in النتائج ديت zum Teil wirklich beeindruckend waren، لان الجزء ده يعني بالنسبة للجزء جزء من الحاجات ديت من النتائج كانت مؤثرة بالنسبة لي جدا. في أوزوال دي موتيفا هات مير بزودس بفالم، في الدوافع بتاعة الاختيار ديت اللي هم اختاروا لي الحاجات ديت كانت بالنسبة لي عجبتني قوي. دوش دي أوزوال دي موتيفا هات مان بزين، من خلال اختيار الدوافع بتاعتهم ديت الواحد شاف أو رأى في بيع كومبس بول إيريد سيل زيتشنج بار، كيف كان إيريد سيل زيتشنج الهدف بتاعهم بيع كومبس بول، يعني معناها فعال، كان فعال جدا يعني مدى فعالية الأهداف بتاعتهم ديت. Weil die Schüler, Schülerinnen plötzlich auf Kleinigkeiten in ihrer Umgebung geachtet haben. لأن الطلبة plötzlich يعني فجأة كده auf Kleinigkeiten اللي هي الحاجات الصغيرة in ihrer Umgebung في البيئة المحيطة بتاعتهم geachtet haben، يعني لاحظوها، يعني لاحظوهم أو انتبهوا للحاجات الصغيرة اللي موجودة في البيئة بتاعتهم. مش نون ganz herzlich für diesen wunderbaren Wettbewerb bedanken. أنا عاوز أشكرك جدا مش مشكلة مش für وبعدين بدانكن، أنا عاوز أشكركم على مش für كذا كذا بدانكن، أنا أشكركم على شيء. هنا المقصود بيها المسابقة بتاعت التصوير الرائعة. Und ich hoffe natürlich und erwarte natürlich, dass sich vielleicht jemand aus meiner Arbeitsgruppe unter den Gewinnerinnen dieses Fotowettbewerbs befindet. Und erwarte, dass sich befindet, in يتواجد أو يوجد jemand شخص ما aus meiner Arbeitsgruppe in dem Gruppe der Schule
رينج فينرينج يكون من الناس اللي بيكتسبهم او الفائزين ديزل فودو في الدبابس اللي هي مسابقة التصوير دي. مت بوندلشين بروشن مع خالص التحية فرانس ألتمان. تمام يا شباب، يا رب تكونوا استفدتم من النص ده. حاولوا ان انتوا تطلعوا الكلمات اللي هي الجديدة والمفيدة ليكم، وان شاء الله انا هواصل بإذن الله تنزيل النصوص الخاصة بالبي ايز، واشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.